يا حبيبنا في ايه؟ هنا خلي اللي شغال انا مش عارف انام. لا حضرتك ده البلاي ليست بتاع المورنينج بتاع المكان. ايه بس يا عم انا مش عارف انام، ده عكعكه دي. ما شغل يا عم صوره الكهف، شغل نجاة الصغيرة لو عايز تروش. لا حضرتك مش انا هقفل الكلام ده. لا خد راح فين حضرتك يا فندم يا فندم. هلو يا جماعه عاملين ايه؟ في ولد صغير كده بيبيع عجوه في الكومباوند بس غاليه قوي، هو ايه العجوه دي اصلا؟ يعني حد جربها او ده اللي عارف العجوه دي يا جدعان ياخدها. ابني شاكر كان في سويسرا وجاب شويه عجوه كده للي عارفها، اللي مش عارفها ما ياخدهاش. صباح الدلع والوجاهه على كل الناس اللي في الكروب. بعد اذن الناس يا جماعه، اللي مربي كلب ياكله، لا اما نكتفي بتربيه ولادنا، لا اما نسيب الكلاب صرحه في ملكوت الله ليها اللي يرزقها. لكن انا راجل عن نفسي لا ليا في الكلاب ولا بحبها، ولا حيوانات اليفه ولا حيوانات مخيفه. لا يا عمنا عمنا، انت دماغك بقى شغاله في الشمال، ما تشرنيش معاك. انا ما دخلتش كلمت حريم من بتوع الكومباوند اللي على الجروب على الخاص، انا دخلت المدام ريم بس بديها كومبليمون، بقول لها على فكره احلى حاجه فيك ان انت بتبقى على طبيعتك وانت بتتعاملي مع الناس، بس ما اتكلمتش في حاجه تاني. انت بقى دورتها وشغلت دماغك في الغلط، دي حاجه بتاعتك ما تخصنيش، ما تلطنيش معاك. يا جماعة أنا كنت معدية دلوقتي من قدام اللاجونز، يعني يا جماعة بجد ريحة السمك فظيعة جدا، يا ريت تركبوا كيتشن هود مش طريقة. على فكرة يا أستاذة بسملة، مع احترامي الكامل لسيادتك أنا راجل صياد، السمكة لو طلعت من الماية ما نزلتش على الجريل على طول تفرول. لو حضرتك عايز تطلع رحلة ست جراب الموضوع ده قدام عينيكي أنا جاهز. بقول لك يا عبد الرسول. يا أستاذ محمود. هو البيتش باجي ده بتاع مين؟ أدهم اللي في أول دور. ابن الموسيقار؟ اه استاذ محمود. طب قول لأدهم ركنة البيتش باجي كده تسلخ المكنة، تعالى خليه أجار ونعمل مصلحة احنا التلاتة. ما يصحش يا أستاذ محمود. ما يصحش ليه؟ مع عبد الرسول لما يخش على أدهم آخر الشهر معاه 60 جنيه، أدهم هيفرح بعبد الرسول. شغل الدنيا بس أنت. حاضر يا أستاذ. هتموتنا كمال بيه. تشرب إيه يا حبيبي؟ هو ده مني ولا شهادة تقدير؟ لا ده سكان بالموبايل، تعمل سكان. سكان الشباب. تخيل يا محمود دي بنتي رواندا اديها كرسي في الدايفنج ب $1000 في الحصة. اوعى على العيال الصغيرة تسوحك يا كمال بيه. انا امي كانت بتديني كل الدروس، والمادة اللي اتزنق فيها قوي كانت الدايفنج دي، كنت اخد في الشهر ب 50 جنيه ولما ازهق من المدرس امشيه. بس الدايفنج يا محمود بيه ده كورس غطس. غطس؟ بو كده؟ طب للعلم بس ملحوظه للجروب، انا ما عنديش اي مشكله نعمل سهراتنا الحلوه والديت ونجيب شيشه ميكس ونقعد ونجيب كانتالوب وكاشو والكلام ده كله ونضيف الناس، بس الصوت يا جدعان عندنا اشغال، يعني على الهادي خالص، ما كلها مملكه. انا لا دجال ولا مشعوذ ولا لميت فلوس من الناس اللي في الكومباوند عشان نعمل بحيره صناعيه على الرايق بتاعتنا. ايه المشكله؟ زي اللي في بافري هيلز، وانا نرتقي خطوه، فلوس شغلتها في حاجه تانية وخسرت، نقدر بعض. ايه المشكله؟ ما كان لو كانت كسبت الفلوس كنا هنقول لمحمود ده اسطوره ونسقف، خسرت تتعوض في اللي جاي. انا بفكر اعمل بحيره بقى زراعيه عادي، اروق اروق من الصناعي.